السلام عليكم. اكيد بالنسبه للمنافع ديال زيت ارغان فتتبقى منافع ليا كبيره ومنافع ليا مهمه بالنسبه للجسم ديالنا، فهو يساعد بشكل كبير على خفض نسبه الدهون في الجسم خصوصا الكوليسترول، مهم كذلك بالنسبه للوقايه من امراض القلب والشرايين، بالنسبه للوقايه من الامراض السرطانيه، مهم بالنسبه للجلد، مهم بالنسبه لا 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 كذلك الشعر، مهم كذلك بزاف بالنسبه للخلايا الدماغيه والتركيز خصوصا في هذه الفتره ديال الاستعداد للامتحانات. فهدف الاستهلاك ديالو، فالناس اللي قادرين يستهلكوا اللي عندهم موجود فيغتنموا هذه الفرصه ويستهلكوا زيت ارغان. وبطبيعه الحال حنا كمغاربه خصنا نفتخروا بهذا المنتوج هذا الحمد لله، ونشجعوه ونعاونوا الناس اللي تخدموا فيه. فكما تشوف يعني التحضير ديالو ماشي سهل، تيطلب وقت كثير وواحد الانرجي كثيره حتى هي. فالله يحسن الاوان والله يتقبل من الجميع، وبالصحه والراحه ارغان. فاي ماده غذائيه اكيد ان خص الاستهلاك ديالها يكون بحذر، فالشيء اذا زاد عن حد انقلب الى ضده. فانا نصيحه اللي نعطي الناس اللي تعانوا من اي مرض من الامراض قبل الاستهلاك ديال اي ماده غذائيه بغات تكون، يجب الاستشاره ديال الطبيب المعالج والاخصائي في التغذيه ديالهم باش ما يكون عندنا حتى شي مضاعفات اخرى.